رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراجي أكد في كلمته أمام البرلمان الأوروبي على تفاؤله تجاه النمو في أوروبا، خاصة بعد إطلاق برنامج التيسير الكمي. ويهدف هذا البرنامج لمواجهة الانكماش وإضعاف اليورو وإعادة إطلاق الاقتصاد الأوروبي بشكل غير مباشر. وتيرة المشتريات وضعت البرنامج على الطريق الصحيح للوصول إلى 60 مليار يورو في آذار مارس، في هذا الوقت لم نرى ما يشير إلى أنه لن يكون هناك ما يكفي من السندات بالنسبة إلينا لشرائها. النائبة البرتغالية ماريزا ماتياس أثارت قضية اليونان، متهمة المصرف المركزي الأوروبي بابتزاز هذه الدولة. هل نبتز اليونان كلام قوي حين تنظرين الى ما تعرضنا اليه مع اليونان المصرف المركزي الاوروبي عرض 104 مليارات لليونان ما يساوي 65% من الناتج المحلي الاجمالي اليوناني انه اكبر عرض في منطقه اليورو ما هو نوع هذا الابتزاز عليك ان تحكمي بنفسك what sort of blackmail is this its up to you to judge راجي اضاف انه على اليونان ان تستمر بعمليه الاصلاح وقال ان المصرف المركزي الاوروبي يعمل مع غيره من المؤسسات لكن دوره غير رئيسي في المناقشات